ده ام كوثر من وجده. صباح الخير ام كوثر. الو، صباح الخير اختي دنيا. اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا. بارك الله فيك اختي، غادي نعطيك ياك لاباس. لا غير شويه جنبي صحيح حرقني، ولكن راكي عزيزه علينا لاباس اختي، عليك واخا مريضه المهم اتصلتي، لاباس عليك. وهذه قمه الوفاء، مرحبا بك لاله، مرحبا، الله يشافيك. والله لا راكي عزيزه علينا، ربي لا لا يخطيك، شكرا، انتم عزاز وغاليين والله. نعم غادي نعطيك مورقات بالكبد، مورقات بالكبده. 300 غرام ديال الكبده ديال الغنمي مقطعه قطع صغيره. 300 غرام كبده ديال الغنمي تكون مقطعه صغيره. معلقه كبيره ديال الزبده. معلقه كبيره زبده. معلقه كبيره ديال الزيت. معلقه كبيره ديال الزيت. 120 غرام ديال السبانخ او لي زيبيناغ. 120 غرام ديال السبانخ ولا لي زيبيناغ. نص معلقه صغيره ديال الزبده كذلك. نص معلقه صغيره زبده. 150 غرام ديال الشعريه الصينيه. 150 غرام شعريه صينيه. ونص حبه ديال السلسله الحمراء مقطعه قطع صغيره. نص حبه فلفله حمراء مقطعه قطع صغيره. نص حامضه مرقده مقطعه عاود كذلك. نص حامضه مقطعه هي صغيره. وشويه ملح وليبزار. ملح بزار. ونص كيلو ديال ورقه ديال البسطيله اللي تكون صغيره الحجم. نص كيلو ورقه ديال البسطيله صغيره الحجم. زلافه صغيره ديال الزبده مذوبه. زلافه صغيره زبده مذوبه. زلافه صغيره ديال خليط دقيق ديال الدقيق والماء، يعني الدقيق والماء باش نجمعو. وبالنسبه اختي الشرموله كاين 3 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. بلاتي شرموله قلنا غنحتاجو فيها 3 هاد المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين. معلقه صغيره ديال الملحه. معلقه صغيره نص راه داكشي اللي قال لكم الدكتور الخراطي. نص معلقه صغيره ملحه قال لك تالا كنص ديرو غير ربع ماشي نص. المهم الملحه على حسب الواحد ما يكثرش. ايه ما يكثرش باش ما تهلكلوش الصحه ديالو اكيد. ونص معلقه كذلك صغيره ديال التحميره. نص معلقه صغيره تحميره. وكذلك ديال الكمون عاود نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره كمون. ايه وربعة الفصوص ديال الثومة عاوتاني مهروسة. ربعة الفصوص ثوم مهروس. نص عصير ديال حامض. حامض نص عصير حامض. نص كاس صغير ديال خليط الزيت والزيتون. نص كاس صغير بين زيت المائدة وزيت الزيتون. زيت المائدة والزيتون. ايه وغادي نمشيو للطريقة التحضير. قبل ما تمشي للطريقة غادي نولي نعاود المقادير. إذا قلنا باش نحضرو المورقات بالكبدة غادي نحتاجو 300 غرام ديال الكبدة الغنمية تكون مقطعة قطع صغيرة. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقة كبيرة ديال الزيت. 120 غرام ديال السبانخ أو ليزيبيناغ. نص معلقة صغيرة ديال الزبدة. 150 غرام شعرية صينية. نص حبة فلفلة حمراء مقطعة قطع صغيرة. نص حامضة مقطعة صغيرة. معلقة ملح قلنا شوية الملح بزار. نص كيلو ديال الورقة البسطيلة تكون صغيرة الحجم. زلافه ديال صغيره ديال الزبده مذوبه والدقيق والماء باش نجمعو. قلنا بالنسبه للشرموله غادي نحتاجو فيها 3 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين من طبيعه الحال. نص معلقه صغيره ديال الملحه. نص معلقه صغيره ديال التحميره. نص معلقه صغيره ديال الكمون. 4 ديال الفصوص ثوم يكون مهروس. نص عصير حامضه. ونص كاس يعني زيت المائده والزيتون مخلطين. كاس مخلط بين زيت المائده كاس صغير. نعم كاس صغير. كاس صغير. الا كان الكبير نص كاس. نعم من الاحسن ما كثر الزيت بزاف باش ما يجيش ميد ما. اييه مع الورقه شويه كتكون ميد ما وهذا ما خصناش نجنبو شويه ليدام. واه اختي بالنسبه للطريقه غنجيبو واحد الاناء ديالنا وغادي نخلطو فيه القزبر والمعدنوس والملحه والتحميره. نعم. والكمون والثوم والعصير الحامض. وكذلك زيت المائده وزيت الزيتون.
غادي نديروه في واحد يعني اناء، نديروا هاد الشرموله ونجيبوا داك الكبده ونديروها فيها ونخلطوا مزيان ونخليوها شحال ما الكبده كتف الشرموله تكون مزيانه. نعم. ومن بعد عاد نجيبوا المقله ديالنا ونسخنوا ونديروا فيها ندير فيها الزبده والزيت ونسخنوهم ونحمروا ديك القطع ديال الكبده اللي كنا شرملناهم ونحركوا مزيان حتى يطيبوا. نعم. في ساعه يطيبوا لان الكبده الغنم في ساعه كطيب. غادي نجيبو لي سبينار ديالنا نغسلوهم مزيان 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 وغادي نقطروهم ونشفوهم مزيان ومن بعد نقطعوهم ونديروهم في واحد المقلة على نار هادئة نوضعو فيها معلقة صغيرة ديال الزبدة نخليهم يتبخرو شوية. في هاد الأثناء درنا الشعرية الصينية في الماء طبناها شوية ديال الماء سخون ونصفيناها وقطعناها حتى هي وخليناها على جنب. غادي نجيبو ديك الكبدة ديالنا اللي طابت غادي نضيفوها لهاد السبانخ ديالنا ونضيفو لها القطع ديال الفلفل الأحمر ونضيفو لها كذلك الحامض مرقد والملحة والفلفل يعني اللي بزار ونخلطو كل شيء مزيان ونضيفو لها مع ديك الشعرية يعني نضيفو كل شيء ونخلطو مزيان ونخليهم على جنب. غادي نجيو الورقة البسطيلة ديالنا أختي غادي نقطعوها غادي ندهنوها بشوية ديال الزبدة بعدا مدوبة علاش قلت لك فيها الزيت بزاف ما نكثروش. نعم. وغادي نقطعوها يعني في النص ونوضعوا مقدار معلقة كبيرة ديال الحشوة وغادي نطويو الجانبين باش ديك الحشوة ما تسربناش. نديروها اختي على شكل مربع. نعم. نسقوها بخليط الدقيق والماء ونديروها في السني ندخلوها للفران تحمر غير قيمه 15 دقيقه لان كلشي طايب غير باش تحمر ديك الورقه من جوج جهتين تتحمر مزيان ونخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه ونهارك مبروك اختي. نعم نعم اذا نهارك مبروك ايضا وتحيه. نهارك مبروك سلامه. نعم شكرا ليك نهارك مبروك وتحيه ليك وتحيه لكل متتبعينا الاوفياء.